سؤال صافن، رواية هواية جميلة في كتاب كامل الزيارات. كتاب كامل الزيارات من الكتب المهمة المعتبرة، يذكر، اسمعوا هذا هاي الرواية هواية مهمة. ابن بكير واحد من المحدثين يقول عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، شوفوا إخواني، من ذاك الزمان هم يخافون من زيارة أئمتنا، يخافون من ارتباطنا بأئمتنا، ارتباطنا بأئمتنا. لا، الآن ارتباطك بمرجعيتك هم يخافون منها، ارتباطك بمرجعيتك يخافون منها. ولذلك الذين يرتبطون بمرجعيتهم ويحيون أمر مرجعيتهم ويسمعون كلام مرجعهم يتهمونهم، يتهمونهم بشتى التهم، يسقطونهم. عن أبي بكير عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له، واحد محدث يقول قلت الإمام الصادق: إني أنزل الأرجان، يعني أنا أسكن في منطقة الأرجان. منطقة الأرجان شنو؟ مدينة من بلاد فارس، يعني أنا جاي من مدينة على حال هي في بلاد فارس، وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك صلوات الله عليه. يقول أنا عايش ببلادي بس قلبي شنو؟ يلهف ويتوق إلى قبر أبيك. منو أبيك؟ الإمام الحسين. فإذا خرجت فقلبي وجل، يقول إذا أنا نويت أروح أزور قبر جدك، قبر والدك، قلبي يخاف يخفق. فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق خايف حتى أرجع خوفا من السلطان. ليش تخاف؟ يقول أخاف من السلطان والسعاة. السعاة منه جواسيس، والسعاة وأصحاب المسالح. مسالح يعني السيطرات، واقفين سيطرة، يقول أخاف من عندهم أنا. فقال الإمام، اسمعوا جيدا، فقال الإمام: يا ابن بكير، وابن بكير يقول لا أنا أخاف، أنا قاعد بمدينتي وأريد أروح أزور جدك وعندي خوف الشرطة والمخابرات والسلطان الجائر. قال: يا ابن بكير، أما تحب، اسمعوا جيدا يا شبابنا، الأيام زيارة الأربعين أيضا نتهيأ لها، هذه الروايات هواية تفيدنا، هواية تفيدنا، تنطينا شحنة، تنطينا دعم معنوي. شو يقول؟ يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ ما تحب الله يشوفك أنك أنت خايف من أجلنا، أنت خايف ومفزوع بسببنا؟ أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم، اسمعوا جيدا، أما تعلم أنه من خاف لخوفنا، من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه. شوف الخايفين اللي يروحون يزورون أئمتهم وهم خايفين، الله يوم القيامة وين يخليهم؟ أظلهم في ظل عرشه. وكان محدثه الحسين صلوات الله وسلامه، هذا الإنسان الزائر اللي خايف من السلطان ومن الجواسيس، يذكروني الشباب المؤمنين يقولون: سيدنا أيام الطاغية كنا نروح بين البساتين وبين الكذا والأدغال ونطيح بالبزيل ونوقع ونتكسر، بس كنا نروح نزور الحسين والمخابرات والبعثيين والأمن وذول على حال نفوسهم ضعيفة يراقبونه، بس احنا بالخوف بالليل نتحرك. واحد يقول لي: سيدنا والله الليل كله أنا بالشتاء، كل الليل أنا مختفي بالبزل، ماي بارد بالبزل، حتى لأنه كانت بجنبي سيطرة، بس بعدين طلعت ورحت وزرت الإمام الحسين. شوف الإمام شو يقول له: أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه؟ وكان محدثه الحسين صلوات الله عليه تحت العرش، وآمنه الله
من أفزاع يوم القيامة. شكد أكو أمور تخوف يوم القيامة، أفزاع يعني مجموعة أمور تخوف. وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع. كل الناس خايفة بس هذا زائر الحسين شنو مأمن. يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع وقرته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. يقول هذا الزائر من يروح يزور الحسين خوفا ووجلا، الملائكة يخلون إيدهم عليه يريحوه ويسكنون قلبه يسكنون روعه ويبشروه بالبشارات. هاي الرواية تبين أنه إحنا الشيعة في الواقع السلطات دائما كانت تحاربنا في زيارة أئمتنا. يعني يدري أنت لما تروح تزور الحسين وتقف أمام قبره تقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده، هذا يخاف أنه أنت تستلهم من الحسين هاي المعاني. أصير إنسان مصلي، أصير إنسان آمر بالمعروف، أصير إنسان مجاهد في سبيل الله، هذا يخوف الظلمة.